نبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم العناوين. الأهلي يواصل تدريباته الرئيسية على التتش استعدادا لعودة الدوري. فيفا بيختار ستة حكام أفارقة في القائمة الأولية لكأس العالم 2022. الجنايني ملف الموسم المقبل من اختصاص المجلس الجديد. اتحاد الكرة بيعلن أن الإعلان عن اللائحة الجديدة بمجرد اعتمادها من فيفا. لونجلي بيقول محمد صلاح من أفضل المهاجمين في أوروبا. رابطة مشجعين ألمانية بتنتقد خطط عودة الجماهير للملاعب.